تجمهر عدد من الخريجين التربويين أمام مجلس محافظة ديالى مطالبين بشمولهم بالعقود التي أعلنها ديوان المحافظة الاستثناء من المفاضلة مطلبهم أسوة ببقية المحافظات، وذلك لخروجهم بمظاهرات عدة في العاصمة بغداد وديالى منذ سنوات. نطالب بالاستثناء اللي هو حقنا الدستوري، احنا ما ماخذين ولا مطالبين بشيء خارج القانون. حالنا حال المحافظات البقيه، النجف، البصره، بغداد. النجف صار لهم ثاني استثناء ياخذون، ليش احنا محافظه ديالى ما عندنا استثناء نهائيا؟ تتزامن هذه التظاهرات مع عقد مجلس المحافظة جلسته التي من المقرر فيها استضافة المحافظ ومناقشة الدرجات الوظيفية، إلا أن المحافظ اعتذر عن الحضور لأمور طارئة ليؤجل ملف الدرجات الوظيفية للجلسات القادمة مع استمرار المطالبات بالمساواة بين المتقدمين. فيما يخص الدرجات الوظيفية، عذر رسمي من قبل السيد المحافظ لموضوع طارئ، وتم أيضا تبليغ مجلس المحافظة بهذا الموضوع. بإذن الله ستكون الجلسة القادمة إن شاء الله باستضافة السيد المحافظ لمناقشة التعيينات وأيضا مناقشة موضوع قطع الأراضي التابعة لمحافظة ديالى. مسجات اللي شفناها وفيزات يعني نشوف مدى صحتها، إذا كانت موجودة وكو اتفاقات سياسية ومشاكل في الرابط القديم راح نفتح الرابط جديد. شفافية اختيار الأسماء وفق ضوابط ومعايير، هذا راح يكون أساس عملنا. وقد تشهد ديالى تحركات شبابية للضغط على الإدارة المحلية للإسراع بإعلان نتائج قرعة المتقدمين، مع استمرار التشكيك فيها في حال لم يفتح التقديم من جديد مع تغيير رأس السلطة التنفيذية في ديالى. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.